اكبر واحده من البنات. الفصل الثاني بالماده النظريه بما يتعلم بالطاقه والقدره. طاقه والقدره. احنا من نتولد كهرباء بالمحطات او بالباتريات او باي مصدر للطاقه. هذا يصير مصدر طاقه دي سي. راح يعطي فولتيه واللي هي عباره او تيار او واللي هي عباره عن طاقه يعطيها وين؟ يعطيها عن طريق التيار هذا الى المقاومات الموجوده. الحمل يسمونه الموجود بالدائره. ففي هاي المقاومات الاسلاك مثل البطاريه، مقاومات الحاكمه لاجهزه القياس، مقاومه هاي دائما نسميها مقاومه الحمل اللي هي يعني وين تريد تروح الطاقه، وين تريد تطير. فاخر شيء احنا نسوي مثلا في هسه في هذا المختبر عندنا مثلا وسائل يعني استهلاك الطاقه مثل هاي الاويه، مثلا التكييف، البنكات وهكذا. فهذا التيار يجي محمل بالطاقه، الالكترونات محمله بالطاقه وتفقدها وين؟ من اللود. زين؟ ويرجع التيار، طبعا التيار اللي يخرج منه قيمته نفس قيمه هذا بس شنو؟ الطاقه اقل. يعني الالكترونات هنا محمله بالطاقه تفقدها على شكل حراره ضوء الى اخره شنو شنو حركه. ثم ترجع الالكترونات بنفس العدد بس الطاقه اقل. ترجع الى المصدر. ولذلك هسه اذا طحنا هاي ما يمر تيار وبالتالي ما توصل طاقه الاجهزه تنطفي. التسخين والتبريد والى اخره ينفذ ليش؟ لان ماكو تيار. فاذا معناها انه هاي الطاقه اللي قاعد تضيع هنا هي طاقه الالكترونات اللي ماشيه، واذا انقطع هذا التيار معناها انقطعت حركه الالكترونات وبالتالي انقطع الطاقه هنا. زين الطاقه عادة يرمزوها بجي ويقولون اما طاقة او شغل. زين وتقاس بمن؟ بالجول. هاي الطاقة المصروفة. زين معدل الطاقة بوحدة الزمن، يعني مثلا صرفت هاي الجهاز صرف طاقة هالقد بزمن هالقد يسمونه معدل صرف الطاقة، يعني الطاقة فوق على الزمن يسمونها شنو؟ القدرة. بالانجليزية دائما القدرة اللي بنسميها بي باور يساوي لنا الطاقة اللي هي عبارة عن انرجي او الشغل بدنا الورك اللي اسميا دائما على التايم. هذا بالجول وهذا بالسكن وتطلع الطاقة بالواط. فإذا 1 واط هو عبارة عن 1 جول على سكن. زين. فإذا هسه راح نقول انه معدل استهلاك الطاقة بالنسبة يعني لوحدة الزمن هو الباور. فدائما احنا نحكي على الباور ما نحكي على الطاقة. ليش؟ دائما ان شغلتين مرتبطة طاقة وزمن، فنحكي على الباور اللي هو يربطهم سوا. فنقول يا بي انه هاي المقاومات راح تستهلك باور مقدارها هيدا الواط، وهذا المصدر راح يعطينا باور هيدا الواط وهكذا. فاكو شيء اسمه القدره المجهزه. قدره مجهزه هاي مين تظهر؟ من المصادر. العناصر هاي ما تجهز لنا طاقه، تستهلك باور بس ما تجهز لنا باور. القدره المجهزه تكون من المصادر، سواء مصدر واحد او مصدرين او ثلاثه بالدائره، يعني يجوز مثلا عندك مو بس هذا المصدر، مثلا اكو مصدر هنا وهكذا. فمقدار القدره المجهزه هو مقدار هاي القدره اللي مجهزه هذه زائدينها. وين تستهلك هاي القدره؟ بالمقاومات. فهاي القدره المجهزه تساوي القدره المستهلكه، فمستهلكه وين؟ من المقاومات. فهنا لما اكو ولتيه وتيار وبالتالي اكو قدره. ليش هسه راح نشوف انه مو بس هذا بدلات الطاقه والتايم، وانما اكو قانون اخر للقدره واللي هو عباره عن الفولتيه في التيار. هي في هاي لكل الاجهزه.
يعني فولتية هاي المقاومة على التيار المار بيها يساوي القدرة المفقودة بهذا المقاومة. فولتية هاي المقاومة في التيار اللي بيها مار بيها يعني ضرب التيار المار بيها يساوي لنا القدرة المستهلكة في هاي المقاومة. مو هكذا. من اجي اقول يا بها ضربت التيار في الفولتية تأثر الباور هنا بي 1 خلينا نسميها. من هذا ضرب الباور في عفوا الفولتية في التيار يطلع باور 2. من اطلع هاي هم هنا الفولتية في التيار يطلع باور 3. إذا أجمعهم هذا اللي شنو المفروض يطلع؟ ما جهزها هاي المصادر. ليش؟ لأن الطاقة مثل المادة لا تفنى ولا تخلق من عدم، وما تضيع الطاقة. لا تضيع الطاقة ولا بالكتلة بالكون. يعني أكو عندك طاقة مستهلكة من الشغل. أنت تاكل على مود يعني أكو طاقة مثل حركية مثل إيش تنتج. فوين يعني بعد ماكو مكان يعني يخزن طاقة بس يعني ناس تولد وناس تستهلك تمام؟ فلك كل الأجهزة سواء مقاومات أو مصادر يكون هذا هو القانون. فإذا هذا قيمة فولتية المصدر وتيار المصدر الكلي هذا عرفته فاضرب من سوى يطلع باور مات المصدر. فولتية هذا المصدر اللي هو يعني عادة نكتبها بصف المصدر فولتيته في التيار اللي اذا حط جهاز قياس انه حسبت او حسبت التيار فاضرب من سوى يطلع باور مال هذا المصدر وهكذا. زين هذا لو كان مصادر. لو كان المقاومات نفس الشيء يعني بها فولتية تقدر تحسبها وتيار هم تقدر تحسبه او تقيسه اضرب من سوى يطلع باور ويطلع بالواط. زين اكو قانون اخر للباور. اكو قانون اخر ذاك القانون للمقاومات فقط يسموها المستهلكه. فلو قلنا له هذا الجهاز هو مقاوم مو مصدر هذا يستخدم للمصادر وللمقاومه هذا بس للمقاومه. لو قلنا عندنا مقاومه المقاومة شو تساوي لنا؟ تساوي لنا في على هذا. مو صحيح؟ هذا قانون هم. تمام؟ هذا ضربه بهاي يطلع البي يساوي لنا اي في ار. هذا شكل اخر بس انه ضرب الوسطين بالطرفين. هذا ينضرب واحد وهذا ينضرب هنا فيصير بي يساوي لنا اي ار. ثم اخر شيء انه لو ردت الاي يساوي لنا في على ار. هذا اللي قانون يعني مشتقات منها. يعني هو قانون هم هذاك الاصلي فوق وهذا القانون المشتقات من عنده. هسه هذا البي مثلا ابدله بما يساوي. مو قلنا بالمقاومات هاي الحكي فهذا البي راح ابدله بما يساوي من هذا القانون اول واحد بالدائره يصير اي تربيع في ار. اذا هاي من ذكر ار معناها فقط بس بالمقاومات بالمصادر ما عندنا ار. فاذا تضرب تيار المقاومه في تيار تربيع تربع ار وضرب المقاومه يطلع الوضع الوطية مالت هاي المقاومة أو ما تستهلك هاي المقاومة من الباور. بعد أيضا ممكن أنه نستخدم هذا القانون بدل فيها الآي هنا وتصير في تربيع لأن في منا وفي منا على آر. إذا هذا القانونين بالإضافة إلى هذا يستخدمين بس بالمقاومات هاي وذاك يستخدم بالمقاومات والمصادر. تمام؟ زين وهذا كله يقاسم بالواقع. بين قوسين هسه اجى لك سؤال مثلا قال لك يا هاي المقاومه عندها مثلا قيمتها 10 اوم وتيارها مثلا 3 امبير ايش قد القدره المستهلكه بيها؟ تقول يا القانون يناسب هذا هذا بي تيار بي فاي تربيع ربعها 9 في 10 90 اوم. قال لك لا يا هذا مو هنا ما نعطيك نعطيك فولتيتها مثلا فولتيتها 2 فولت فهذا يناسب هذا. فتقول يا بيع ربع هاي وقسم على 10 4 على 10 0.4 يعني وهكذا. بعد ما انطاك قيمة المقاومة قال لك المقاومة وقبض وانطاك تيارها وفولتيتها. هاي عندك مثلا تيار مر بيها 3 امبير وفولتيتها مثلا حاطها على مصدر قيمته هي فولتيتها تعرفها. ف
فقد تطبق هذه المادة. هي صح مستهلكة بالمقاومات بس هذا يفيدك انه ضيق يقل. تمام؟ هذا موجود بالفصل الثاني. هسه راح ناخذ راح نوقف المحاضرة النظري وناخذ النوع العملي وراح نشوف هذا من شلون نقدر نقيس الفولتيات والتيارات ثم نحسب منها القدرة. قدرة المقاومات الأولى الثانية الثالثة قدرة المصادر وهكذا ونشوف انه هل مجموع القدرات يساوي مجموع القدرات يعني المستهلكة تساوي مجهزة أو ما تساوي. يعني هذا هسه القسم الأول.